يعني الورقة ستدور حول عدة نقاط. إيه هو مفهوم مصطلح الموجو أو الموبايل جورناليزم؟ ما هي مستويات استخدام الموبايل في مجال الصحافة؟ ليها أكثر من مستوى نتعرف عليهم إن شاء الله من خلال هذه الورقة. أشهر الفروق بين الموجو والموبلوج والموفلوج، مصطلحات ثلاثة اقترنوا أو ظهروا مع بداية التوسع في استخدام الكثيف للموبايل في عالم الميديا. حدود اعتماد المؤسسات الإخبارية على الموبايل، المؤسسات الإخبارية اللي هي بتشمل الصحافة وتشمل بجوارها المؤسسات الإعلامية التي تقدم الخدمات الإخبارية اللي على رأسها وكالات الأنباء، ومنها أيضا المؤسسات الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية. وأخيرا، ما هي آليات التغطية الصحفية باستخدام الموبايل أو ما يسمى الموبايل ريبورتينج؟ هل له آليات مختلفة عن آليات التغطية الصحفية العادية أم لا؟ بداية، الموبايل زي ما قلنا أنه هو غير شكل الحياة في العالم، فهو غير كثير من المفاهيم في المجال الإعلام. عندنا مثلا له مستويات ثلاثة للموبايل. المستوى الأول من جانب الجمهور، من جانب الجمهور يمثل الموبايل آلة سهلة لإتاحة المحتوى الصحفي أو للتعرض للمحتوى الصحفي بشكل يسير وبتكلفة أقل كما أسلفنا القول. يعني أنا كقارئ للصحف مش بقى أن أنا مش هشتري الصحيفة الورقية دي، خلاص أمر يعني خلاص تجاوزنا هذا الأمر. إنما أنا مش هروح الويب سايت بتاع الصحيفة عشان أقرأه، إنما هنتظر إما تجيلي عن طريق تطبيقات التراسل الفوري واتساب وغيرها، أو إن في أبليكيشنز كل الصحف الآن أو معظم الصحف بتعمل تطبيقات على يعني المتاجر لتحميل هذه التطبيقات والوصول السريع إلى المحتوى الصحفي. بالإضافة لأن هناك حاجة بنسميها التطبيقات المجمعة أو المجمعة، الاثنين صح، اللي هي تطبيقات بتجمع كثير من وسائل الإعلام في نافذة إعلامية أو منصة إعلامية واحدة، وأشهرهم التطبيق الشهير نبض، اللي كل واحد بيزبط السيتنج بتاعه على الاختيارات الخاصة بيه على الدولة اللي هو عايزها، تجيله أهم الأخبار أو الأخبار العاجلة من يعني مصادرها المتعددة. المستوى الثاني لاستخدام الموبايل في الصحافة المستوى المتعلق بالمواطنين أو الأودينس أو الجمهور. الجمهور تحول بفعل أو بفضل هذا التقدم التقني في عالم الموبايل أو عالم الاتصالات إلى أن هو يكون مواطن إعلامي، citizen journalist أو مواطن صحفي إن صح التعبير. يعني هناك فروق، كان في دايما فروق بين القائم بالاتصال وبين الجمهور. قائم بالاتصال كان بيقعد في برج عاجي في التراديشنال ميديا أو الإعلام التقليدي ويكتب أو يذيع أو يبث ما يرى هو أو ما تراه مؤسسته الإعلامية أنه أحق بالنشر أو البث أو الإذاعة. الآن الوضع مختلف تماماً في نيو ميديا. الجمهور يحدد ما يريد أن يراه أو ما يريد أن يقرأه أو ما يريد، ليس فقط يقرأه أو يسمعه أو يشاهده، إنما أيضاً يساهم في إنتاج المحتوى، يساهم في صنع المحتوى. إنشاء قناة على يوتيوب لا يتعدى الأمر، لا يأخذ أكثر من دقيقة واحدة. البلوجز أو المدونات خلت كثير من المواطنين أو من الجماهير يبقوا فاعلين في عالم صناعة المحتوى الإعلامي. وأنا أذكر أن مثلاً في البيت الأبيض، في المؤتمرات الصحفية للبيت الأبيض من بداية 2000، يعني بنتكلم عن من 18 سنة أو أكثر، كان بيقعد يغطي المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض جنباً إلى جنب بجوار مراسل CNN وفوكس نيوز، كان بيقعد مدونين مشهورين أو بلوجر مشهورين في عالم الإنترنت، إيماناً من الحكومة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية بقوة هذا النوع الجديد من الإعلام وقوة تأثيره على الرأي العام. وإحنا شفنا طبعاً في أمثلة كثيرة لقوة وتأثير النيو ميديا على الرأي العام. طبعاً ناهيك عن السوشيال ميديا التي يعني هناك جدل، هل المحتوى ده محتوى إعلامي ولا محتوى مجرد محتوى اتصالي، يعني جدل فيما يتعلق بالمصطلح. إنما في كثير من مواقع أو من حسابات السوشيال ميديا
تقدم محتوى إخباري يناهز أو حتى ربما يفوق في بعض الأحيان ما تقدمه بعض المؤسسات الصحفية والإخبارية من خدمات إخبارية. بالإضافة إلى أن الصحف نفسها أو المؤسسات الإعلامية رأت أن يعني تخط لنفسها طريقا في هذا العالم، وبدأت يعني منذ فترة كبيرة بفتح حسابات نشطة لها في منصات وشبكات التواصل الاجتماعي عشان تحتفظ بهذا القدر من الجماهير، وعشان يبقى فيه منصة من منصات التفاعل والتواصل بينها وبين الجماهير. المستوى الثالث الحقيقة من مستوى استخدامات الموبايل في عالم الصحافة من جانب الصحفيين نفسهم. لا شك أن الموبايل أفاد القائم بالاتصال أو الصحفي كثيراً في صياغة رسالته الإخبارية كوسيلة سريعة لجمع وتحرير المعلومات والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وإرسالها للصحيفة كله في وقت واحد. أنا مثلاً كنت بشتغل في مؤسسة أخبار اليوم المصرية في نهاية تسعينيات القرن الماضي زمان يعني، لا ما قلت نهايات القرن الماضي، تسعينيات القرن الماضي، بنتكلم عن قرن يعني. فكان لما أروح أغطي أي فعالية لازم يجي معايا مصور صحفي ومعاه الكاميرا اللي قد كده والأفلام وبطري زيادة، يعني كان في استعدادات معينة في لتغطية أو لعمل التغطية الصحفية. الآن الصحفي المحترف حتى ليس يعني بحاجة إلى كل هذه العمليات المعقدة، ممكن هو لوحده يعني يقوم بعملية التغطية الإخبارية وإرسال المادة الإخبارية إلى الصحيفة مباشرة، أو حتى ممكن يكون عنده صلاحية إن هو يعمل لها نشر في شبكات التواصل الاجتماعي الخاص بالمؤسسة الإعلامية أو في الموقع الإلكتروني مباشرة. الموبايل له علاقة وثيقة أيضاً بكل من الراديو والقنوات التلفزيونية، يعني هو احنا بنتكلم صحيح عن الموجو او الموبايل جورناليزم، ولكن مش هيفوتنا ان احنا نذكر اشاره سريعه الى تاثيرات الموبايل على كل من الراديو. عندنا راديو الانترنت مثلا، ده يعني ناس كتيره جدا مش محتاجه انها تلتقط البث الاذاعي عن طريق الموجات الكهرومغناطيسيه او الموجات القصيره او المتوسطه. الموبايل الانترنت اصبح يعني استخدامه ايسر واسهل، ونقدر نستخدم أي موبايل أي إذاعة إنترنت حول العالم بدون ما يكون في محطات بث ومحطات تقوية بث إلى آخره. ويقدم الموبايل للأجهزة أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية كل من الخدمات التزامنية واللا تزامنية. التزامنية المقصود بها اللي هي لايف، مثلا إذاعة مباراة كرة قدم، إذاعة حفل تتويج محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا مثلا، يعني الفعاليات اللي هي مباشرة بنسميها فعاليات أو خدمات إعلامية تزامنية. والخدمات اللي هي يعني مثلا بتكون يعني أوفلاين بنسميها خدمات لا تزامنية. وكثير من المؤسسات التلفزيون القنوات التلفزيونية بتحرص أن تعمل لها تشانلز على يوتيوب عشان تمثل أو تكون بمثابة أرشيف تحفظ المادة التلفزيونية أو المادة الإعلامية في هذا الفضاء الرحب. على غرار المدونات عن طريق الإنترنت اللي هي انتشرت في نهاية أيضاً القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، وانتشرت في الوطن العربي تحديداً مع دخول الاحتلال الأمريكي إلى العراق والمنطقة العربية، وشهدت المنطقة يعني مدونين مشاهير جداً في عالم التدوين، أصبح هناك ما يمكن أن نسميه الموبلوج، هي مزيج من كلمتي بلوج موبايل أو التدوين عبر الموبايل. التدوين عبر الموبايل أسهل بكثير من التدوين عبر الحواسب، سواء كانت حواسب شخصية أو لوحية أو مكتبية. يتسم بالسرعة ويتسم يعني سهولة الكتابة، ويتسم أيضاً بسهولة عمل إنتاج المحتوى الإعلامي، يعني ليس فقط النصوص وإنما أيضاً الصور والفيديو. هناك برامج أو تطبيقات كثيرة جداً تتيح للجمهور العادي أن هو يعمل إيديتنج للصورة، يعمل إيديتنج حتى للفيديو، وليس في حاجة إلى البرامج المتقدمة كما هو الحال في الإعلاميين المحترفين أو في المؤسسات الإعلامية التي تقدم هذه الخدمات بشكل احترافي. هناك أيضا ما يسمى بالموبلوجينج، أوكي، اللي هو بيمثل عفوا لازم كده سسبنس موبلوج.
التدوين بالفيديو من خلال الهاتف، وده ايضا اتاحته التقدم في مجال صناعه الموبايلز، حيث هناك يعني مواد اعلاميه ذات جوده عاليه يتم انتاجها ونشرها عن طريق الموبايل، بل ان هناك يعني حتى افلام سينمائيه الان تنتج عن طريق الموبايل، وليس فقط افلام سينمائيه، يقام حتى مهرجانات سنويه للافلام التي انتجت بواسطه الموبايل. حتى في دبي كان من فتره وجيزه كان في النسخه الاخيره من مهرجان سينما الموبايل، وكثير من الدول يعني تخصص لهذا البرانش الاعلامي يعني مهرجانات ومسابقات كثيره. اصبح هناك نوع من الصحفيين اللي يطلق عليهم الموجو او الموبايل جورناليست، وهم الصحفيون الذين يعتمدون على تقنيه الموبايل في صنع القصص الاخباريه، سواء عن طريق الموبايل او حتى الكاميرات الرقميه اللي هي ذات الحجم الصغير، تمكن ملتقط الصور او الفيديو من التحرير عليها ايضا، هي ليست كاميرا فقط انما هي يعني جهاز كمبيوتر وجهاز متصل بالانترنت، تمكن بعض الكاميرات امكانيه المشاركه ايضا في الحسابات مباشره في السوشيال ميديا. واصبح هذا المفهوم معروف لدى الصحفيين، والغريب انه اقيم لمؤتمر في 2006 في اقامته رابطه اونلاين نيوز في واشنطن، كان محور مهم من محاور او عنوان هذا المؤتمر الموجو. مثال للدلاله على اهميه نوع صحافه الموبايل، جايب ده الصوره اللي موجوده قدام حضراتكم، دي صوره سياره اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو، ما اعرفش حد هنا بيحب ريال مدريد ولا ايه، سياره فيراري ولاد ريال مدريد، محمد صلاح بدا يكتسح دلوقتي. فالسيارة الفيراري تمنها 300,000 دولار، ما تركزوش في الرقم كتير يعني، إنما دي صورتها بعد ما تحطمت أسفل داخل نفق أسفل مطار مانشستر. لا ما زال يواصل عطاؤه في يناير 2009، قبل ما كاميرات التلفزيون الرسمية والكاميرات الرسمية بتاعت المؤسسة الصحفية والإخبارية توصل، كان في أحد الصحفيين اللي بالصدفة كان موجود بجوار الحادث في صحيفة مانشستر إيفنينج نيوز، قام بتصوير الحادث بكاميرا الهاتف قبل أن تصل الشرطة وتضع حاجز لعدم الاقتراب. والغريب أن الصحفي قام بنشر هذه الصورة في صفحته، في صدر صفحته الأولى. طبعا أخبار المشاهير بتتصدر وسائل الإعلام مش بس في يعني أسبانيا أو إنجلترا، في العالم كله بيتابعوا أخبار مشاهير الرياضة. كما تم بيع الصور والفيديو لعدد من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية في إنجلترا وخارجها. طبعا عندنا في بعض الأمثلة العربية بس يعني لا داعي لذكرها. الموبايل يعني غير الطريقة التي نعيش بها، غير الطريقة التي ننظر بها إلى المعلومات الحقيقة، عمل حاجة بنسميها وفرة المعلومات. حتى إن وكالة رويترز عملت مرة دراسة على بعض المدراء، عينة من المدراء الشركات اللي بتتعامل مع كم كبير من المعلومات بشكل يومي، فلقوا أن عندهم يعني حاجة سموها شخصوها أو يعني أطلقوا عليها مرض الإعياء بالمعلومات. الإنسان لما يتعرض لكم كبير جدا من المعلومات ممكن في وقت من الأوقات يعني يصاب رأسه بالشلل أو العجز عن التفكير المنطقي أو التفكير السليم، سموه مرض الإعياء بالمعلومات. ومرة قرأت مقال عنوانه جميل جدا اسمه الموت علما، يعني مش الموت شنقا، ولا يعني كثرة المعلومات ربما لا تؤدي إلى كثرة الفهم بالضرورة. صحيح احنا عندنا وفرة في المعلومات، والموبايل والإنترنت والحاجات دي كلها أدت إلى سهولة الوصول إلى المعرفة وإلى المعلومة، ولكن لم تخلق بالضرورة وعيا متنميا. ما نقدرش نقول ان هي ما يعني ما لهاش دور في الوعي وفي المعرفه الاخباريه، لها دور اكيد، وانما ليست بالضروره انها تخلق وعي كافي، لان هناك طبعا نظريات اعلاميه كثيره تتحدث بقى عن المحتوى وتوجيهه. وهربرت تشيلر على سبيل المثال، ده احد اساتذه الاعلام الامريكيين، له كتاب مترجم باللغه العربيه صادر في عالم المعرفه في الكويت اسمه المتلاعبون بالعقول، بيبين ازاي الناس حتى في امريكا، مش في الدول العالم النامي، كيف يتلاعبون بعقول الجماهير، بيشبهها بالضبط كما يحرك
مسرح الدمى أو مسرح العرائس الخيوط بتاعته، بيقول إن الساسة هناك والناس المسيطرين على الميديا والسياسة والاقتصاد بيأثروا في الرأي العام كما يؤثر مخرج مسرح العرائس في العرائس التي يحركها وتتراقص معه يمنة ويسرى. أسباب زيادة المؤسسات الإخبارية حول العالم، اعتمادها، زيادة اعتمادها على الهواتف النقالة، أوكي، وصول أجهزة الموبايل إلى كافة الفئات العمرية بما فيها الأطفال، طبعا الأطفال عندهم إدمان للموبايلز يعني الأجهزة اللوحية بشكل منقطع النظير، فيعني هو إذا كان هذا الحال مع الأطفال فما بالك بما يعني من سواهم. وإحنا قلنا الرقم، والجمعية نفسها قالت إن بحلول 2020 سيصل عدد مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم إلى 5.6 مليار و600 مليون جهاز موبايل ذكي في العالم. يعني تقريبا احنا بنتكلم عن 7 مليار نسمة تقريبا في العالم، يعني ما يقارب من 3/4 سكان الكرة الأرضية يستخدمون هذه الآلة التي غيرت شكل العالم. التطور الكبير اللي شهدته صناعة الأجهزة بعد ما كانت في الأول إمكاناتها التخزينية قليلة بقت أوسع، بعد ما كانت يعني الكاميرات إمكاناتها أقل بقت يعني أدق إلى آخره. زيادة توقعات جماهير وسائل الإعلام من هذه الوسائل، الجماهير نفسها بتتوقع مع كل تطور تقني في مجال الميديا إنها تشوف يعني خدمات أكبر، ولذلك المؤسسات الإعلامية بدأت حتى تقدم الخدمات اللي كانت بتقدمها بالمقابل أو بتكلفة، بدأت تقدمها مجانا. يعني كان في بداية الصحافة الإلكترونية مثلا كان في بعض الصحف ما بيتحش كامل الصحيفة على الويب سايت، كان بس بيجيب الصفحة الأولى، يمكن كانت جريدة الوسط هنا في البحرين قبل إغلاقها كانت بس بتعمل الصفحة الأولى بي دي اف، واللي عايز كامل الصحيفة يدفع رسوم شهرية. أما الآن الصحف نفسها بتتيح كامل الملف بي دي اف وترسله إلى عدد كبير من القراء. بدأوا يدوروا في آليات جديدة لتمويل هذه المؤسسات غير قيمة النسخة الورقية أو قيمة الاشتراك اللي بتاعه، مثلا معلنين، زيادة عدد المعلنين، وكل ما يزيد عدد اليوزرز أو المستخدمين يمكن أن يسوقوا بهذا العدد الكبير لصالح ترويج الإعلانات لديهم. تزايد إيمان وسائل الإعلام بأهمية الوسائل الحديثة. آخر حاجة عن التغطية الصحفية باستخدام الموبايل، في دقيقتين قالت لي باقي دقيقتين، من دقيقتين 30 ثانية، أوكي. حقل التغطية سريعا الإخبارية باستخدام الموبايل له آليات معينة، وفي برمجيات معينة بتساعد الصحفي سواء كان صحفي محترف أو سيتيزن جورناليست إن هو يعني يعمل تحرير جيد للنص بتاعه وللصور وللفيديو. طبعا ينصح اللي بيستخدم هذه الأجهزة باتباع عدد من الخطوات، اختيار الأجهزة المناسبة، ينصح بعدم حمل أجهزة ثقيلة أو جديدة لم تجرب من قبل. أيضا هناك نوع من التغطيات الصحفية اللي يمكن أن يتم استخدام الموجو فيها، زي المحاكمات الجنائية والمدنية، يعني بيكون حد داخل القاعة وينقل محتوى المحاكمات لايف، الخطب والبيانات المهمة للمسؤولين السياسيين، التجمعات الجماهيرية، الأحداث الرياضية المهمة، تحديد خيار النشر، هل سيتم يعني مهم جدا ان اللي بيكتب او بيحرر خبر عن طريق الموجو ان هو يحدد هل هيكتب تقرير طويل ولا عايزه لوسائل التدوين المصغر زي تويتر. كثير من المنصات الإعلامية بتحول التقارير الإخبارية المطولة إلى أو تقوم بتفتيت هذه التقارير إلى أجزاء صغيرة لإمكانية النشر في تويتر. شكرا جزيلا لحسن الاستماع، ولو في أي سؤال أنا موجود إن شاء الله.